الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل وما يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. وسبحان الله بكرة وأصيلا
وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر ما لبى الحجاج نداء ربهم الكريم، الله أكبر ما لبوا نداء ربهم وقافوا بالبيت العتيق، الله أكبر ما هدي الهدي، الله أكبر ما نبحت الأضاحي تقربا لله جبلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، وله الحمد والشكر والفضل والمنة، فرض علينا أن نحتفل بهذا العيد وبغيره أو بنظيره إن صحت العبارة عيد الفطر. عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الأضحى الذي نحن اليوم نشهده بفضل من الله، كما أمرنا باتباع الطاعات أمرنا كذلك بالاحتفال بالعيد وبما لنا من مناسبات طيبات فيها. أيها الأخوة، نأتمن بأمره سبحانه وتعالى فيضحي من قدر على ذلك ويهدي منها ويتصدق منها دون عدد أو دون نسبة معينة منها. أيها الأخوة، ووجب التذكير في كل خطبة وفي كل مناسبة ببعض الأمور التي علينا اتباعها ما استطعنا. ونبدأ أولا بما بيننا وبين ربنا، فتكون أيها الأخوة النية هي تلبية لأمر من رب العالمين عن طريق حبيبه صلى الله عليه وسلم. المضحية نية، المضحية عبادة وليست عادة أيها الأخوة، وهذا نذكر به بعد أن ذكرنا به في مناسبات سابقة. هذا أولا. ثانيا، جعل العيد أيها الأخوة للاحتفال، فلا نزور فيه المقابر مثلا، المقابر اللي عنده أهل مش تزورهم يبعد على يومي العيد، هذا العيد وعيد الفطر. وكذلك أيها الأخوة، تظهر علينا نعمة رب سبحانه وتعالى، ونحمد رب سبحانه وتعالى على ما منه علينا. كل واحد منا ملئنا على رب سبحانه وتعالى، في مشغول أنا عليه بالدنيا، فإن شاء الله ربي يجعلها من الحلال وفيما يرضي الله. فتظهر عليه أيها الأخوة باللباس الحسن، هذا أولا. كذلك غير القرآن، ربما إمكانيات المادية ما تسمحش، فنعم الله عليك وعلي وعلينا كثيرا، مش فقط الدنيا هي النعمة، لا بل هي الدنيا ثانية أيها الأخوة، ولكن نجعلها طاعة لله، كما يقال الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، وهذا ما ورد في القرآن، ساعة من نهار. ولكن وجب علينا ونحن اللي ربما نقول انا ما قدرتش باش نفرح مثل اللي موت العيد هذايا، فما اللي يقدر فما اللي ما قدرش، اللي يقدر يحمد ربي سبحانه وتعالى. من الافضل انه يذبح بنفسه اضحيته، يحط السكين مليح يعني يمضيها مليح، وما يمضيهاش قدام الاضحيه تاعو، راه تحس ايها الاخوه كما نحن نحس ونفهم هي كذلك. وكان الانسان ولا جزار باش يذبح سوس اضاحي في نفس المكان، فما يذبحش اضحيه بعد اختي مازال ما ذبحتش، يخبيها هذيك مازال ما ذبحتش، او يخبي باش تذبحها ويذبحها على راحته، ثم صرخها وتقطيعها وغيره ما يكونش قدامها غيرها اللي مازالت حيه، كان اضحيه
ولا ماهيش مضحيه، راهي لو كانت تنطق راهي نطقت، لانها سبحان الله الحياه شكون ما يحبهاش، والموت شكون ما يكرهوش. فلذلك ايها الاخوه ننتبه لهذه الامور الا وهي من الفرقيات بالنسبه لنا نحن المسلمين اللي يسرنا نتبعوها. وكذلك ايها الاخوه اذا جاني جزائر ولا مانيش قادر اني نذبحها، ما نخلصوش من ثمن او جزء من ثمن الكران تاع الذبحه تاعو والسلح الى اخره، جزء من الاضحيه نخلصوا خاطي، مثلا ما نعطيش الراس ولا الجلد ولا جزء منها ونقولوا هكا منه فيه، لا لا يجوز هذا الامر ايها الاخوه، باش ننتبهوا لهذه الامور. والحمد لله جعل هذا اليوم للتوسعه على العيال للفرح، فنحاول ان الانسان ما استطاع ان يقول هذه الكلمه الطيبه على الاقل اليوم، ونحاول ان ندير المحاله، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اذا نظهر الفرح، نظهر الود لجميع الناس، ما نعملوش الشحناء، نحاول ما استطعنا ما نواصلوش بها، ان شاء الله ربي يعاوننا ويقوينا على انفسنا، قولوا امين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ثم حكمه ما قال او جمله قال، يقول سجيلان في الاسلام المؤذن والامام. نتكلم اليوم لمحه صغيره، الإطارات المسجدية في هذا المكان أو في أي مكان آخر هم حياتهم كانوا مشغولين بالجامعة. الموظف أيها الأخوة ينجم ياخذ راحة، وينجم يمشي بعد الوقت، وينجم يروح قبل الوقت، ولو هذا ما شجعوش عليه، ولكن الأمر ممكن، يعني ثم استثناءات. الإطار المسجدي مطالب يحضر في 5 صلوات، سواء مؤذن أو إمام أو قائم بشؤون البيت. هذا الأمر حق، ما كنتش باش نقول، وإننا البارح يعني نتفرج في الشيخ منير الكمنطر، يعني شفت الموضوع هذا فقلت حتى أنا أفكر به خيالي، شفت الموضوع هذا، قال جاني سؤال قانوني نذبحوا بعد إمام، قال بطبيعة معروفة نذبحوا بعد إمام لأنه جعل الإمام ليعتق به، هنا حاجة. قال ولكن وهذا الأمر أيها الأخوة مش خص هذا في أي مكان. قال تلفت شفت الإطار المسجدي وشفت شنو الحالة تاعو، شفت زعما ذبح ولا ما ذبحش، زعما عنده أضحية ولا ما عندوش، زعما شنو الحالة تاعو، وضرب مثال وأنا أعاود كي مش مخدوش كامل، ولكن نقول لكم لأنه في الحقيقة يعني لفت انتباهي للأمر، ما كنتش باش نقول صدقوني وأنا حاضر في هذه الخطبة، لا كنت باش نقول الأمر هذا. قال المسيحيين بباصات تاع الكنيسيه، قال شفتوش مره بباص في الكنيسه تاع الكنيسيه في السوق وهو يقضي؟ قال لا، لان الكنيسه مشغوله كاني قلعه كامله فيها كل شيء، كل شيء يجي بيه. هما العربات ايها الاخوه ومش مره حق، ونقول استغفر الله الله ثالث وثلاثه، شوفوا كيفاش يعملوا فيما يخص الإطارات صحة العبارة الدينية تاعهم. ونحن أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإطار في بعض الحالات يصعب علينا وشفته، يعني في بعض الأحيان يتعرض للمضايقات، يتعرض حتى لو كان وصل دقيقة ولا دقيقتين يشوفوا شو يصير وبيه وعلينا وش بيوخر علينا، وكأنه ولو ان حق الخدام مطالبين محسن معاملته لو كان شيئا في العصر هذاك. فننتبهوا ايها الاخوه كما ننتبهوا لجيراننا، ننتبهوا كذلك لاطاراتنا ولخيالنا، وهذا ليس مانيش نحكي على روحي، والفهم يفهم ايها الاخوه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وقيمات الفرحة عن سائر الناس مع التسفر بالأفق الشرية فيها شيء من النسيان أو الهروب على رب سبحانه وتعالى أو تناسي. وقتاش يتفكر ربي؟ يتفكر ربي في مناسبة أخرى، ربي يحفظ الجميع في مناسبة أنت تفهم شخص اليوم عيني ما نحبش نقول اللي تلقاه من يقرأ في القرآن للي أصبحنا بدنا نسمع رواية حال القرآن وراه شنو مات وكأنه القرآن يكره إلا في الأوقات هذيك والعياذ بالله. شوفوا بعد القرآن جعل الله من الموتى وخلينا ونحن الأحياء المطالبين به القرآن هذا ما يعني سوف سبحانه وتعالى الممارسات كيفاش ولد ربي سبحانه وتعالى أبشروا يبارك بنا ملائكته الكرام وشوفوا شكون حاضر معانا من خلق الله ما لا يمكننا إدراكه لأنه في أبعاد أخرى مثلا من إخواننا من الملائكة الكرام يقال يقول شكون أنا وشكون أنا اللي تحضر معانا الملائكة الكرام الذين يفعلون ما يؤمرون ما عمروش من عند الرسل رب سبحانه وتعالى هو اللي يأمرهم رب سبحانه وتعالى يقول أنت مرة أنت مرة مكان فلاني أنت البيت الفلاني إلى آخره ويجي يسمع كيفي وكيفك ولربما يقسط أكثر منا قد يكون أنا تقول لك أنا نخبط في أمور الدنيا نخبط زعما سكينة حتى نبيع ولا لا وشكون باش يذبح لي وكان عندي جزار زعما نشد بيا ونشد بغيري دوما ما نخرج ولا شرط نطلب مش جزار عندي ولا خليني نطلب وهكذا تواليك ولكن هما هذه خارجة عنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون نحن التنفس حاضرين معانا تقول لي شكون انا اي نعم انت عبد من عباد الله انت مسلم وما ادراك انت مؤمن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن كذلك الكافرين لا يعلمون ولكن بعضا من اهلنا من اهل جدتنا لا يعلمون يشوى الناس في بعض الاماكن الراقيه شويه ماش عملت وبرغم ان القدر يضحي على جمل لو احنا كنا في الافضليه نبدو بالفقر بعد المقر وبعد الجمال يقول لنا واحد محامي وحبيب خيال من هذه الكره ربي عاونها على كل حال قلت لك يعني في مكان راقي قال لي راس في مكان صراحه ما نحبش الدمومات والفلاع انا خدمت في خط الناس وزوكاو وكانت الحكايه اصبحت اكلا وشربا فقط نعم الاكل والشرب اي ولكن ثم تضحيه التضحيه ايها الاخوه مش تتبعوا بون ابراهيم بون ابراهيم هذاك طولنا هم المسيحيين عدم الطاقة تاعهم بوهم نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هوش بونا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى عليه صلى الله عليه وسلم الله أكبر وسلم وبارك عليه كما سلمت وباركت عليه
وآله وصحبه الكرام ما صلى عليهم وصلت أو غفل وكافة الأنبياء والرسل. آمين آمين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عيدكم مبارك سعيد، قوموا مغفورا لكم إن شاء الله.